أنت حينما تصل الرحم تقدم عمل صالح تلقى الله به في الصلاة، عندئذ يذكرك الله. حدثني أخ وهو عندي صادق، قال لي عقب حضور درس من دروسك عن صلة الرحم أعرف قريباً لي لم أزره قط، فقررت أن أزوره في العيد، زرته فلم أجده، وضعت له بطاقة. الرجل محترم جداً رد لي الزيارة، قال لي أسكن في بيت تحت الأرض الشمالي، عندي 5 أولاد، يبدو أن هذا القريب ميسور الحال. قال له هنا تسكن؟ قال له أقسم لي بالله وهو عندي صادق، ما خطر في باله ولا لسانه أن هذا القريب يمكن أن يحل مشكلته، لكن سمع درس وزاره ورد له الزيارة. قال له ابحث عن بيت في الطابق الثالث باتجاه الشمس وتعال خذ مني ثمنه. قال لي والله خلال 2 شهر وجدنا بيت في الميدان ثالث طابق باتجاه القبلة، انتعش أولادي وسكنوا بيتاً فيه شمس. قال لي والله أدعو له ليل نهار، في كل صلاة أدعو له. الحياة تعاون، يعني بشكل أو بآخر، إذا الفقير وصل رحمه الغني، واجب الغني أن يتفقد حال هذا القريب.